السلام عليكم ورحمة الله. أعلم جيدا أن التحدث في المؤتمرات يجب أن يكون في خطوط عريضة فقط، أما التفصيلات فيرجع إليها في البحث المقدم أو الدراسة المقدمة. السيد الأستاذ القطب البرلماني الكبير محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، المنصة الكريمة، في البداية أتقدم بخالص التقدير للأستاذ الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، لأنه يعد علامة بارزة في تاريخ مصر الحديث لانفتاحه على العالم العربي والإفريقي والغربي وانتهاجه أسس مستجدة غير تقليدية في أساليب تجديد الخطاب الديني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان. وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر، وهو ما ينم عن النظرة الحكيمة لقيمة وأهمية الحوار وتفعيل لدور العلماء تجاه أوطانهم. أنا هتكلم مع حضراتكم في 4 نقاط موجزة والتفصيلات موجودة في الدراسة. النقطة الأولى أن السلام لن يتحقق بين الأمم دون السلام بين الأديان، والسلام بين الأديان لن يتحقق دون حوار بين أصحاب الأديان أنفسهم. فالدين يعد جسرا آمنا ومعبرا مطمئنا للتلاقي والتعارف بين شعوب الأرض جمعاء. إشكالية حوار الأديان من وجهة نظري ما بين أصحاب الديانة، أنا هكون غير تقليدي، بين أصحاب الديانة اليهودية من ناحية وبين أصحاب الديانتين المسيحية والإسلامية من ناحية أخرى. أرى أن معضلة الخلاف أساسا هي القدس. لماذا؟ لأن هناك اتفاق عند اليهود وعند الإسلام وعند المسيحيين أنها مدينة مقدسة، فاليهود يعتبرونها موطنهم الأصلي وبؤرة اهتمامهم، المسيحيون يرون فيها أرضا مقدسة عاش فيها سيدنا عيسى عليه السلام، المسلمون يرونها مكانا مقدسا بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف إن دي مش مهمة رجال السياسة، دي مهمة علماء الدين، هم عليهم هذه يفكوا هذه الإشكالية. النقطة الثانية، الدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 قام على احترام الديانات السماوية الثلاث، وهذا هو أساس الحوار. المادة 2 من الدستور المصري وضعت المادة، قالت الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة 3 اللي بعدها مباشرة جت حاسمة بالاعتراف باحترام الديانتين المسيحية واليهودية، واعتبرت مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية. مصر على مر العصور كانت رمز ورمز وستظل رمز للتعايش السلمي بين الديانات. وأتذكر إن كان عرض علي قضية حينما كنت رئيسا لمحكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، ومجموعة من الناس رفعوا قضية عشان ينقلوا وفات حاخام يهودي يدعى يعقوب أبو حصيرة في مدينة البحيرة. فأنا في الحقيقة رفضت المحكمة برئاستي، رفضت نقل هذا الضريح، وقلنا أن في الحيثيات أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتهم. فمصر على مر العصور هي جسر للتعاون بين هذه الديانات وأصحابها. النقطة الثالثة، ثقافة الحوار بين الأديان
أهم وسيلة من وسائل مواجهة الجماعات المارقة عن حدود الأوطان، التي تستخدم الدين ستارا للتطرف والتشدد والإرهاب. جماعات التطرف والعنف بتعمل ايه؟ بتركز على الأقليات الدينية في كل دولة وتحاول انها اقصائها من الوجود بحجة ان ده من تعاليم الدين وهو منه براء. مكافحة الإرهاب ليس بالقوة وحدها، بل بإذكاء الوعي الإنساني عن طريق حوار رجال الدين والفكر والثقافة. النقطة الرابعة والأخيرة، في الحقيقة في إرهاصات في كثير من الدول العربية عن إنشاء مراكز لحوار الأديان. أتذكر منها في السعودية مركز الملك عبد الله ابن عبد العزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات. أتذكر أيضا في دولة الإمارات 2012 افتتح في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف. أتذكر أيضا أن البحرين في 4 مارس 2018 أنشئ مركز حمد للعالمي للتعايش السلمي. أتذكر في المغرب أيضا عندهم المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان. أتذكر أيضا أن شيخ الأزهر أصدر في يونيو 2015 قرار بإنشاء مركز لحوار بين الأديان. عظيم جدا، هذه جهود طيبة، ولكن من وجهة نظري أن هذه جهود فردية. هذه جهود فردية لبعض الدول، ومن هنا فإنني أنادي بمجلس عالمي لحوار الأديان، وليس مجلس تنفرد به دولة أو اتنين. احنا عايزين معظم الدول تشترك في مجلس عالمي. ليه انت بتنادي بكده؟ بنادي بكده لان انا هكشف قدامكم دلوقتي لاول مرة في مصر وفي العالم العربي، حد يسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، هناك مجالس وهمية بتتحدث عن حوار الأديان. انا عندي في مجلس كانت في قضية مرفوعة قدامي بسنة 2000 وبعد قيام ثورة يونيو بإنهاء عضوية مفتي الإرهاب الشيخ القرضاوي. ده ياما أصدر في مصر فتاوي إرهابية ضد رجال الجيش وضد رجال الشرطة، فالناس رفعوا دعوة وعايزين إن هم ينهوا علاقته بالأزهر في الوقت ده، لأن هم الجماعة الإرهابية اللي اختارته. فأنا اهتميت بالفعل إن أنا أجيب المجلس ده اتنشأ ازاي. اسمه خدوا بالكم المجلس العالمي لعلماء المسلمين. ايه حكايته المجلس ده؟ حضراتكم تعالوا معايا كده وشوفوا قانون انشاء، مش قانون بقى، مشروع انشاء هذا المجلس المسمى المجلس العالمي لعلماء المسلمين. المادة 3 بتقول ايه؟ بتقول سمات الاتحاد ليس مؤسسة حكومية، ماشي، وانما يستمد قوته من ثقة الشعوب. ده الكلام ده من 2004، هم شغالين من 2004، والجماهير المسلمة به، ولكنه لا، خدوا بالكم من الجملة دي، ولكنه لا يعادي الحكومات. هو حد قالك ان انت بتعادي حكومات؟ ده بيسموه عندنا في علم النفس القضائي استباق الاعتراف. هو عشان عارف هو بيعمل ايه فكتب هذه الجملة. المادة 4 بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ هذا المجلس لا يتبع اي دولة. بقى فيه في الدنيا مجلس ما يتبعش اي دولة؟ اما لا يتبع ايه؟ لا يتبع اي دولة ولا جماعة ولا طائفة. يعني ليس له، هذا المجلس ليس له قانون، وكل العالم العربي بيسمع عنه، ليس له قانون، ليس له ترخيص، ليس له لائحة، ليس له دولة ينتمي إليها إلا إن هو موجود في الحقيقة مقر بتاعه في دولة قطر. عشان كده
انا يعني مش عايز اطول في الحديث، لكن لعلي ان انا يعني اصبت او اجتهدت في هذه المعلومات اللي انا قلتها لحضراتكم. وفي النهاية اتمنى ان يكون من بين يعني اعمال توصيات المؤتمر هو ان احنا ننادي بمجلس عالمي لحوار الاديان يضم مختلف الثقافات، مختلف الديانات، لان كل دستور دولة يا جماعة تلاقوا فيها الدين الدولة ايه، اللغة الرسمية ايه. دي مفيش دستور في اي دولة في العالم لما تلاقي فيه الجملتين دول في البداية، دين الدولة ايه ولغتها ايه. وبالتالي احنا كده لما بنعمل معاهدة دولية او بنعمل مجموعة من الدول تنشئ مركز عالمي لحول الاديان، ده هيبقى شيء عظيم. والاعظم منه ان ينطلق هذه المبادرة من مصر تحت قيادة الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.